الملتقى الدولي الثاني لليج بالفن. أهلا وسهلا بكم. احنا موجودين بأحد الكليات العمومية، كلية الطب بالمنستير، وسعداء جدا بمواكبتنا للملتقى الدولي الثاني لليج بالفن. الموضوع الصدمة بمشاركة دولية، وسعيد جدا بحواري مع السيد عزدين شلاح رئيس الجمعية والمخرج الفلسطيني. السلام عليكم، مرحبا بك في تونس. أهلا بك وأهلا بالسادة المستمعين في تونس. مهم برشا أنه نحكيه نتكلم على الجانب العلمي للسينما بصفة عامة والجانب العلاجي والدوائي، وهذا كانت من مواضيع في هالملتقى الدولي. سيد عزدين، يعني الحقيقة أنه يعني كجمعية طب وثقافة وفن، هي جمعية بالنسبة لنا جمعية مختلفة تماما. يعني ما عندنا في فلسطين جمعية تمزج ما بين الفن والطب والعلاج، وهذا يعني هاي الفكرة كثير جميلة، وهذا اللي شجعني بأنه أتواجد بهذا الملتقى العلمي للاستفادة من هذه التجربة ونقل هذه التجربة إلى فلسطين. إحنا كمهرجان القدس السينمائي الدولي الآن في الدورة، بنحضر للدورة الثامنة، وهذا الملتقى راح يعمل يعني تغير في برنامج مهرجان القدس، بحيث انه احنا راح ناخذ هذا الملتقى بعين الاعتبار ونضع برنامج من نفذه من خلال دورات المهرجان القادمه، وخاصه نحن في فلسطين باحتياج شديد لهذا العلم وهذا التداوي بالفن بسبب الحروب المتتاليه على مدينه غزه، و طبعا هناك صدمات بكل أشكالها وأهمها اللي هو صدمات الحروب، وراح نركز أكثر على الأطفال لأنه الأطفال أكثر بتأثروا في موضوع الصدمات، وخاصة أنه في أطفال كثير بيفقدوا أهليهم أو أبائهم نتيجة الاغتيالات اللي بتصير من الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي راح نعمل برنامج مرافق وينفذ على هامش كل دورة من دورات المهرجان. المداخلة لسيادتكم كان دور السينما في معالجة أثار الصدمة. نعم، هذا هو المهم بالنسبة لنا، إنه إحنا نبحث في دور السينما كيف ممكن تعالج اللي هو الصدمة، وهذا رح يكون برنامج لا تنفيذه على أرض الواقع في فلسطين إن شاء الله. وهذا يعطي قيمة أخرى للسينما بصفة عامة في دورها العلاجي، أكثر من أنها دولة، أكثر من أنه رسالة، أكثر من الدور الترفيهي التثقيفي ليه، ولكن عنده دور وجانب نفسي مهم برشا وعلاجي لدى الإنسان. بالتأكيد بالتأكيد، هذا يعني بيعطيها قوة أكثر وليس بصير مقتصر على الترفيه، مع أنه الترفيه هو علاج بالمناسبة. يعني إحنا لما بننفذ برنامج ترفيهي وبنحضر أفلام قوية للمواطن الفلسطيني، إحنا عمليا بنخفف عنه من الوضع النفسي اللي هو بكون عايش فيه. ولكن الآن إحنا من خلال جمعية طب وثقافة وفن اللي هي برئاسة الدكتور عبد الباسط التويتي، راح يكون في عنا اتفاقية شراكة لتنفيذ هذا البرنامج، ويكون يعني قوة المهرجان أكثر عمقا. سيد عزدين شلاح، تحياتنا لك انت، تحياتنا للشعب المصري، الشعب الفلسطيني، وسعداء جدا بحضورك بحضان. تسلم تسلم، وشكرا لكم، وشكرا لإذاعة الحياة التي تتناول هذه المواضيع والتي تختص في هذه المواضيع. نشكرك على تدخلك معنا. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.